يجب ارتداء القفازات المعقمة بشكل مناسب عند تغيير الغطاء أو ضمادة القسطرة. اجعل المكان نظيفاً. اغسل يديك. إذا كنت تستخدم اليد اليمنى، فابدأ بالقفاز الأيمن. لا تلمس الجزء الخارجي بيديك. ثم افعل ذلك أيضاً مع القفاز الأيسر. والآن، بعد ارتداء القفازين، يمكنك لمس الجزء الخارجي منهما وضبطهما. لا تلمس شيئاً، فالقفازات معقمة الآن.